لهذا أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا المخلوق بأنه عدو لنا. هل هذا إبليس، هذا الشيطان عدو ولا ما عدو؟ عدو. من الذي أخبرنا بأنه عدو؟ عدو. هل نحن اتخذناه عدوا؟ اتخذناه عدوا نظريا، لكن في الواقع لا. أسأل سؤال، هل يرحمك إبليس؟ هل يرحمك؟ هل تحسن الظن فيه أنه يمكن يشفق عليك؟ يعني ولو مرة، يعني حتى لو كنت ضعيفا، لو كنت فقيرا، لو كنت مريضا، لو كنت يعني من العين التي تقع عليك تشفق عليك، الشيطان يشفق عليك؟ إن شاء الله لو متكسح بعده. هذا ليس في قلبه رحمة، مخلوق وقف أمام خالقه، مخلوق وقف أمام من أخرجه من العدم ورفع عقيرته ورفع صوته وتحدى وأبى ورفض، ثم بعد ذلك أذن لربه، قال لربه افعل ما شئت بي فقط أمهلني إلى يوم يبعثون، وأبى أن يدخل النار وحده، قال ما أدخل وحدي، أجرهم من استطعت منهم، بس أنظرني شوف ما سويبا. مخلوق يقف أمام خالقه العظيم، أمام ملك الملوك، سيرحمك أنت؟ هل تتصور أنه يرحمك؟ هذه الغطرسة وهذا التكبر وهذا التعالي وهذه الوقاحة بين يدي الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه وأوجده من العدم، سيرحمك أنت؟ هذا من يحسن الظن في إبليس؟ من يحسن الظن فيه؟ لهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذه عدوا. واضح هذا؟